ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه. أما بعد، فقد قال الله العظيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يصادف يوم غد 25 من شهر محرم الحرام، يصادف ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام الرابع من أئمة المسلمين عليهم السلام، كما جاء الوصف على لسان سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فهو حينما ألقى بالسلام على قادة المسلمين ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم فاطمة الزهراء عليها السلام، ثم سيدي شباب أهل الجنة الإمامين الحسنين الحسن والحسين، ثم ألقى بالسلام على أئمة المسلمين، لم يقل أئمة الشيعة، قال أئمة المسلمين: وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين. فأئمتنا عليهم السلام هم أئمة المسلمين جميعا، وكل المسلمين سنة والشيعة يحترمون الأئمة ويقدسونهم، الأئمة الاثني عشر أقصد، كل السنة. ومن يقول لك غير هذا الكلام فهو كاذب، السنة والشيعة كلهم يقدسون ويعظمون الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، الفرق في الولاية، الشيعة يرون وجوب طاعة الأئمة عليهم السلام، يرونهم حجج الله على العباد، وتلزم طاعتهم وتلزم بيعتهم في أعناق المسلمين. إخوتهم السنة لا يرون ذلك، يرون فيهم أئمة أبرار أطهار، لكن لا يرون وجوب طاعتهم، ولكن يرون وجوب احترامهم وتقديسهم، لأنهم من أهل بيت رسول الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام هو موضع تقدير معاصريه جميعا، الحسن البصري، سعيد بن المسيب، محمد بن مسلم الزهري، كل من عاصره من العلماء وأئمة المذاهب الأخرى كانوا يحملون غاية الاحترام والتقديس للإمام زين العابدين عليه السلام، وكيف لا، واسم وهو اسم على مسمى، اسم على مسمى، هو زين العابدين. لماذا سمي زين العابدين؟ لأنه كان القمة في العبادة والتفاني في العبادة لله عز وجل، كان سيد الساجدين وزين العابدين، وهذا أمر يقره القريب والبعيد. ولذلك
أئمتنا عليهم السلام تعاملوا مع المسلمين جميعا على حد سواء وانفتحوا على كل المسلمين. الإمام زين العابدين على سبيل المثال كان منفتحا على بقية المسلمين. محمد ابن مسلم الزهري كان قاضيا لدى الأمويين، أصدر حكما بالإعدام، وتبين له فيما بعد خطأ الفتوى أو خطأ الحكم الذي أصدره، وأصيب بحالة من الكآبة أجلسته في البيت، فأقبل إلى الإمام زين العابدين عليه السلام فوضح له الإمام الفرق بين أن تكون عامدا قاصدا أم تكون ساهيا مخطئا. في فرق كبير بين القتل العمد والقتل الخطأ. القتل العمد جزاؤه في الإسلام ماذا؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ويقول الله عز وجل أيضا في محكم كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكن إذا كان القتل خطأ فالدية، القاتل يدفع الدية لذوي المقتول. أمره الإمام عليه السلام أن يدفع الدية إلى أهل المقتول ويستغفر الله وتنتهي القضية، لأن باب الرحمة مفتوح عند الله عز وجل لا يغلق بوجه إنسان مهما ارتكب من سيئات. الله سبحانه وتعالى لا ييئس عبيده من رحمته. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام كان يوما في المسجد الحرام كان يدعو الله عز وجل عند الكعبة المقدسة، حينما التفت إلى شخص إلى جانبه إلى جانب الإمام وهو يدعو الله عز وجل هذا الرجل ويقول اللهم اغفر لي وأعلم أنك لن تغفر لي. الكلمة استوقفت الإمام سلام الله عليه، قال ويحك ماذا تقول؟ شو الكلام هذا اللي تقوله؟ اللهم اغفر لي وأعلم أنك لن تغفر لي، لماذا تقول هذا الكلام؟ قال يا ابن رسول الله لأني لم أترك ذنبا ومعصية لم أقترفها. شنو يخطر على بالك من ذنب؟ قتل، العياذ بالله، الزنا، شرب الخمر، كل الكبائر أنا مرتكبها. فاسمعوا لما قاله زين العابدين عليه السلام لهذا الرجل، قال له يا هذا إني أخاف عليك من قنوطك ويأسك من رحمة الله أكثر مما أخاف عليك من ذنوبك. ذنوبك الله يغفرها، لكن أن تكون يائس من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس الإنسان من رحمة الله مهما ارتكب من ذنوب، باب الرحمة باب المغفرة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرف بمعنى ماذا؟ يعني أكثر من الذنوب. الخطاب مو إلكم في هذه الآية، ليست للمؤمنين، الخطاب ليس للمؤمنين، الخطاب في هذه الآية للذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي. يخاطبهم القرآن بكلمة تحبب، يقول يا عبادي، هؤلاء عبادي أيضا، حتى العصاة هم عباد الله، حتى العصاة لا يكرههم رب العالمين بل يفتح لهم باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال له الإمام زين العابدين ويحك إني أخاف عليك من يأسك وقنوطك من رحمة الله أكثر مما أخاف عليك من ذنوبك. استغفر الله عز وجل وتب إليه يتب عليك مهما كانت ذنوبك عظيمة. إلهي إن
عظمت ذنوبك ذنوبي عندك فعفوك أعظم من ذنبي. عفو الله رحمة الله أوسع من ذنوب المذنبين. فالإمام زين العابدين عليه السلام يعلم المسلمين التوجه إلى الله، الدعاء، هو إمام الدعاء، هو صاحب الصحيفة السجادية، هذا الكنز العظيم الذي تركه زبور آل محمد الذي تركه من بعده ليستفيد منه المسلمون، ليناجوا ربه من خلال هذه الأدعية الرائعة الجميلة التي أنشأها الإمام زين العابدين. اقرأوا دعاء أبي حمزة الثمالي لتجدوا الطريقة الرائعة الجميلة التي يتكلم بها زين العابدين مع ربه، كيف يناجي ربه، كيف يخاطب الله، كيف نخاطب الله، يعلمنا أسلوب الخطاب والمناجات مع الله وكأنه حبيب، وهو بالفعل حبيب. ألا تنظر إلى الله على اعتباره جلاد مخيف، ولكن انظر إليه على اعتباره رب رؤوف رحيم يغدق على عباده بالرحمة والمغفرة. أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الحمد لله الذي بقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأطيب وأطهر ما صليت على أحد من العالمين، وصل على أخيه ووصيه من بعده علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة المهدي، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين بين يديه بإذن الله. My dear brothers and sisters, tomorrow will correspond with the anniversary of our fourth Imam, Al-Imam Zain al-Abidin alayhi salam. Unfortunately, many of us, even though we claim to be followers of Ahlul Bayt, but we really don't know much about Ahlul Bayt. We don't know much about the 12 Imams. We know a little bit about Imam Ali alayhi salam, a little bit about Imam Hussein because he's a Sayyid al-Shuhada, he is the master of all martyrs, and that's it. But I believe it is our moral duty to immerse ourselves in knowing those individuals, those figures. Because we owe it to them, since they are our leaders, our imams, we owe it to them to know who they are. We need to know them not only when we die and someone comes and says, إِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ, when the two angels approach you and they ask you, and then he dictates on me the names of the imams. No, no, I need to know who our my imams during my lifetime as well, not only when I die. Who is Al-Imam Zain al-Abidin alayhi salam?
If I want to sum up the Imam in one word, what can I say about Imam Zain al-Abidin? Imam Zain al-Abidin, if I want to sum up him in one word, I would say he is the Imam of Dua and Imam of Akhlaq. He taught us Dua, how to supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala. That is an art by itself, my dear brothers and sisters. That's an art. Talking to Allah subhanahu wa ta'ala is an art. We need to learn, we need to master that art. Al-Imam Zain al-Abidin teaches us. If you read his book, As-Sahif As-Sajjadiyya, this wonderful book, you see it's been categorized into sections. So for example, in one dua, the Imam dedicates his dua for his parents. Another dua, he dedicates for his neighbors. Another dua, he dedicates for the sick people. Another dua, the Imam alayhi salam dedicates for his relatives and kinship, and so on and so forth. At every stage of his life, when he is sick, when he's traveling, before sleeping, before taking shower, the Imam teaches us a simple dua, just to teach us to stay in connection with Allah subhanahu wa ta'ala. How to maintain this relationship? You know, all of us, with no exception, when we are in a trouble, we turn to Allah subhanahu wa ta'ala. When we go to the doctor and he gives us the bad news on our health, God forbid, he just rushed to my Sayyid, my Shaykh. Please teach me a dua. Tell me what to do. I go, Ya Allah, heal me. Only when I'm in trouble. But when I'm not in trouble, when I'm doing well, many people hardly remember Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala does not like this type of relationship. Our Imam Zain al-Abidin teaches us how to maintain a constant relationship with Allah, not a seasonal one. You know seasonal relationship? Some people know you only when they are in trouble. They come to you only when they are in trouble. And after their trouble is over, they forget all about you. You know what this is called? This is an opportunistic relationship. Our relationship has to be constant with Allah subhanahu wa ta'ala. Every day, day in, day out, in the morning, at night. If you go to any of those books of dua, you see there are duas for each segment of the day, in the morning, at noon, in the evening. Why is that? Some people told me, Sayyid, you think we have nothing to do in our life other than sitting and doing dua? I said, no. This is in order to give you the opportunity that any minute you turn to Allah, here there is a recipe for you. There is a dua handy for you. It doesn't mean you sit home and do dua all day long. But it means any minute during the day or night you turn to Allah, there is special dua for you to read and to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Another quality of our Imam Zain al-Abidin alayhi salam, he was the Imam of Akhlaq. There are two ways for me to teach Akhlaq, morality. One is by preaching, just like the way I'm doing now. But there is another way, more effective, much more effective, when I act in a moral way. When I translate my words into action, trust me, that will be much more effective and much more profound than only talking the talk. Walking the walk is what people want to see, and that's what our Imam Zain al-Abidin did. Imam Zain al-Abidin translates Quran into action. When he had a nanny taking care of his child. One day she made a mistake
and child, his child died on her lap. Imagine as a parent, you see your child dying in the lap of the nanny. What would happen to you? She looked at the imam panicking. And she came and she says, she recited this ayah to the imam. والكاظمين الغيظ. Those who control their anger. The imam عليه السلام says, لقد كظمت غيظي. I already controlled my anger. And then she continues reciting the ayah. والعافين عن الناس. And those who forgive others. لقد عفوت عنك. I already forgave you. And then she recited the rest of the ayah. والله يحب المحسنين. And Allah loves those who do good. The imam says, اذهبي فأنت حرة لوجه الله. Go ahead. I set you free. You're no longer my slave. You're no longer my servant. You're free. She caused the death of the baby unintentionally, of course. And the imam rewards her by setting her free. Isn't this a big lesson, my dear brothers and sisters? To us, that always, always fight evil with good. Always. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Good deed and bad deed are never equal. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Good deed and bad deed are never equal. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فَكَأَنَّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Always dispel, repel evil with good. For you will see your enemy turning into your ally. That's what Al-Imam Zain al-Abidin used to do. He turns people into allies, not by money, not through cash, not through intimidation, rather through kindness, humility, love, being caring and loving. Al-Imam Zain al-Abidin teaches Muslims a great lesson in trustworthiness, to be trustworthy. I want to say this to those brothers and sisters, but mostly brothers, who go and, you know, they damage their credit by committing some fraud. And then when you tell them why you're doing this, دولة كفار خرب بيتهم. They think it's okay to do that. Listen to what Al-Imam Zain al-Abidin says. Al-Imam Zain al-Abidin says, والله لو أن قاتل والدي الحسين استأمنني السيف الذي قتل به أبي الحسين لأعدته إليه. He says, I swear by Allah, if the murderer of my own father, Imam Hussein, the one who killed my father, he gives me the sword with which he killed my father, he gives it to me as a trust, I will give it back to him. If Shimr gives me his sword with which he killed my father, I still will give it back to him. Because that's how sacred trust is in Islam. Even if your enemy entrusts you with a trust, don't betray him. Don't betray him. أدي الأمانة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم says, أدي الأمانة إلى كل بر أو فاجر. Any person entrusts you, give him back what he has trusted you with. Be it a good person or a bad person. Because trust is a sacred obligation in Islam. Trustworthiness. And finally, the Imam alayhi salam teaches us another lesson. Not to be reactionary. Once we are provoked, we are attacked, we are demeaned, don't act reactionary. Try to control your anger.
Most of us, once we are attacked, we are insulted, we react immediately. But we need to learn from Imam Zain al-Abidin alayhi salam to weigh our choices, to weigh our options, not to react irrationally, not to react immorally. If someone did something stupid, I'm not supposed to go to his level. I need to stay above. That's how we learn it from Imam Zain al-Abidin alayhi salam. When a man in the street confronts the Imam alayhi salam before other people and he blasts the Imam with derogatory words and names, there was no word in the dictionary that he did not use against the Imam alayhi salam. Calling his mother words, attacking the integrity of the Imam alayhi salam. You know what the Imam says to him? The Imam answered him through two words only. Those two words need to be a great lesson for us. He says, "In kunta sadiqan fi ma qult." If what you said about my mother is true, which is obviously not true. If what you said about my mother is true, غفر الله لها. May Allah forgive her. وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فِي مَا قُلْتَ. And if you are not telling the truth, now you are lying about what you said about my mother, غفر الله لك. May Allah forgive you. End of conversation. That's it. If what you said about my mom is true, then may Allah forgive her. And if it's not true, which is not true definitely, may Allah forgive you. And that's it. The Imam did not engage in stupidity with any person. He did not go down to that level. He stayed above. Why? Because he is the Imam, alayhi salam. The Imam doesn't go down. For a reason, Allah subhanahu wa ta'ala picked him as the Imam. For a reason, Allah picked those individuals as Imams. Because they are from a different breed. He is the grandson of Imam Ali ibn Abi Talib. Imam Ali ibn Abi Talib, just minutes before dying, he would make sure that the murderer, his murderer, is fed properly. He's taking care of properly. To the point that Imam al-Hasan alayhi salam would turn to his father and he says, "My beloved father, why do you care so much about a murderer? He's a murderer. He tried to murder you." قال بني حسن أما تعلم أننا من أهل بيت لا نزداد على المسيء إلا كرما وإحسانا. Don't you know that we belong to a family that does not repel evil with evil? Rather, we repel evil with good. Any person does us bad, we do not react accordingly. This is the difference between Ahlul Bayt and their enemies and their foes and adversaries. That Ahlul Bayt were always bound by principles, while others did not. Others didn't care about those principles. Ahlul Bayt always were bound by principles. They did not justify the means by committing something horrible. Our Imams always, even when it caused them the Khilafah, caused them anything, as long as they maintain the principle. Al-Imam Zain al-Abidin, I finish with this. He took a loan from someone and then he paid him back. But the Imam did not take his signature. When he paid him back, did not take the signature. So the guy went and he sued the Imam in the court that I gave the Imam money he didn't pay. The Imam was summoned to the court.
Imagine al-Imam Zain al-Abidin is being summoned to the court. The judge asked the Imam alayhi salam, did you pay him back? He says, yes. The judge asked the Imam, would you put your hand in the Quran and take oath by Allah that you paid him back? The Imam says, no. No, I'm not going to. Why is that? He says, I'm not going to put my hand in a holy book like the Quran and taking oath on the Quran for something petty, for some money. I would rather give him the money back again, but not use the Quran. Quran is much greater than me taking oath on it because I wanted to prove I gave someone some money. This money is nothing. It's not worth it. The Quran is much higher. Yes, I am telling the truth, but I'm not going to go that down by using the Quran to support my claim. It's not worth it. Allah did not reveal the Quran, so I use it at the court. Rather, Allah revealed the Quran, so I learn. I be guided. It's a book of guidance. It's not the book of oath. That I use it only when it's time for taking oath. I don't use the Quran as a blessing tool. The Quran was revealed to guide me, to lead my way, not to use it at the court. This is a great lesson from Imam Zain al-Abidin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ولشفاء مرضانا وقضاء حوائجنا نقرأ السورة المباركة الفاتحة